الاسم ديالي امزيل زبير، كنسكن هنا قريب من الواد. هذه فيرما عندنا هنايا والدار راه هياك. شنو سميت هذه المنطقه؟ هذه المنطقه تماعي تيز الدار. تماعي تيز الدار، يعني هضرنا على ربما كنشوف واحد المطرح النفايات المؤقت هو هذا. كانت كطرح النفايات في الغابه الفوق قريب من شانتي مراكش. داروا بعض الناس المشيكايات كيديروا البهيم تمايا، حيدوا المطرح وجابوه لهنا. قالوا لنا بلا مؤقت غادي بما نشوفوا شي بلاصه نلوحوا فيها. قلنا لهم واخا ماشي مشكل. من 2018 كيبان لي بلا هذا المطرح ولا دائم ماشي مؤقت وفيه ضرر بزاف. كما كتشوف ملي كيحرقوا هذا الزبل الريح كيطلع هكا كيدي لينا الريح للدار. يعني الدراري الصغار مراض ما كياكلوش. نعم، يعني انتم ساكنين بالمقربه من هذا المطرح. احنا ساكنين هي الدار كيف ما كتشوف مع على بعد 100 متر احنا ساكنين. ملي كيتحرق هذا الزبل كيمشي البرد هكايا كيجيب لينا الريحه وكتولي الريحه كارهه وكتولي مفروض عليك تسد الشراج. سخون الحال ولا بارد خصك تسد الشراج لان الريحه كارهه بزاف وكيجيبوا الكلاب كيجيب هذا الشيء كلشي كيولي كلشي قريب ليك هنايا. الحشرات يعني الحشرات الدبان كلشي كيولي عندك في الدار. يعني درنا شكايه وما استجبش لينا. شحال مره تشكينا منه شحال مره والسلطات المحليه راه ديجا هضرنا معاهم مازال ما داروش خدمتهم. ايوا كان مخاطب رئيس الجماعه يشوف من حالنا الله يستر عليك. ولو بكلمه واحده راه غادي تهضر غادي يحيدوا هذه المزباله بكلمه واحده منك راه غيسالي هذا الشيء. يعني واش ما كاينش مكان اخر يعني فين يلوحوا الزبال؟ فين كاينه تيكمين بوبكر فوق الواد ديال الواد سوس. ما كايناش المساكينه بعيده تما كترمي تيكمين بوبكر وتكادير. قلنا لهم هذاك المطرح هذاك هو اللي المطرح ديال النفايات نورمالمون هما كيجيهم هذا قريب ما كيبيوش يتعذبوا حتى تما كيجيهم هنا قريب كيجيبوا يخويو لينا حدا الدار. احنا المتضررين الاولين بالقرب منه 100 متر. الناس باقي شويه داخلين لداخل ولكن حتى الناس متضررين كلشي متضرر. يعني شحال من سنة وانتم يعني عايشين على هذا ربما على هذا؟ دابا راه خمس سنين في الاول بداو غير شويه بشويه كيقول لك غير مؤقت هذه تعاونوا معنا شويه حتى ولا هادشي كثير كيف ما كتشوف دابا راه كلشي هادشي ولا زبد. يعني ربما حتى الا جات الشتا يعني يقدر تمشي للبحر. يعني هادشي نعم هادشي اللي كتجي ملي كتجي الشتا هادشي راه كيمشي ديريكت للبحر. كل هادشي كتشوف اللي كتشوف راه كيمشي للبحر. كنشوفوا ايضا يعني المواشي كارثه بيئيه الاضرار الاسماك كتضرر كلشي كيتضرر. يعني كنشوفوا حتى المواشي دابا يعني كيرعوا في الزبال. نعم كلشي كيرعوا هنايا كيجيبوا المواشي ديالهم حيت راك عارف ظروف الشتا ما كايناش وسميتو كيجيو لهنايا كيسرحوا فيه. وكيجيو الكلاب هنايا حتى هما كيسرحوا كيكونوا قراب من الدار. كنخافوا على الدراري الصغار كنخافوا على كلشي. رسالتكم مسؤولين يعني باش كنخاطب المسؤولين انا رئيس خصوصا رئيس الجامعه ديال الدرارقه والقيد حتى هو كذلك باش يديروا حد لهاد المهزله وهاد الكارثه البيئيه. بمجرد ما يهضروا كلمه واحده راه غادي يحيد هاد الشيء. يعني غادي يقولوا لهم حيدوا راه غادي يحيدوا. درتوا الشكايات ديالكم ولا مازال؟ درنا هضرنا مع السلطات شفهيا هضرنا معاهم مازال ما استجبوش لينا. حنا غادي نديرو شكايه دابا للعماله ونشوفوا ان شاء الله شنو غيكون الرد ديالهم.